السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون في دروس السابقين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة هنبدأ من النهاردة، والنهاردة الحلقة رقم 24، والليلة هتبقى ليلة وترية، فزي ما انتم عارفين ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها 21 23 25 27 29، وإن كانت ليلة 27 هي من أكثر الليالي اللي ممكن يكون فيها ليلة القدر، لكن ليست هي ليلة القدر تحديدا، وإنما تنتقل ليلة القدر كما هو الراجح من العلماء، من قول العلماء أهل العلم، إن هي تتنقل وتنتقل من ليلة إلى ليلة في الليالي الوترية. فأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر. النهاردة هنتكلم عن طلب علو الهمة في طلب العلم، وإحنا قلنا تكلمنا بقى عن علو همة الشباب والصبيان والشيوخ والنساء، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. فعايزين نتكلم النهاردة بقى في حاجات عملية، علو الهمة في طلب علم. لا يمكن حد هيعرف يعبد ربنا من غير علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيعني لابد ان يعني ان الانسان يرتقي بالعلم في عباده الله سبحانه وتعالى. كل ما تتعلم اكثر، كل ما تعرف تعبد ربنا اكثر على علم سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نبدا الحديث النهارده بحديثين بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني في البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى ده منطوق الحديث، يبقى مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يبقى لو أراد الله عز وجل بك خيرا يفقهك في دين الله سبحانه وتعالى. حديث الثاني، وهو ده اللي هنقف معه شوية، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما السلام في الحديث ده بيقسم الدنيا دي كلها، الناس كلها في الدنيا دي، لأربع أنواع من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس كتيرة جدا، غني. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. من اللي قال كده؟ ده حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني بقى رجل ذكي جدا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، فهو صادق النية. خد بالك بقى، فهو ايه؟ صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. شفت الهمة العالية؟ واحد عالم فقير، فيقول وهو بيبص لواحد عالم تاني غني، أو لأي واحد غني بيعمل خير، فيقول: يا والله لو عندي زي اللي عنده، أقسم بالله لو كنت يا ابني مسجد زيه، وأعمل دار أيتام، وجوز الشباب الغلابة دولت، وأعمل كذا وكذا وكذا، فيأخذ نفس الأجر. مين اللي قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. يا الله، فهما في الأجر سواء. الاثنين زي بعض. طب الثالث، الثالث بقى رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل غني جدا جدا لكن لا عنده علم ولا عنده دين ولا أي حاجة، فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمة، فهذا بأخبث المنازل. إنسان بقى بيستخدم ماله بقى عياذا بالله في الشهوات والبعد عن ربنا والخمر والنساء والكلام ده كله، ولا يستعين بهذا المال على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. والرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا طال دنيا ولا آخرة، واخد بالك؟ فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان، اللي هو اللي قبليه اللي هو الثالث، فافعل مثل ما يفعل. يعني كان بيقول: يا ريت عندي فلوس عشان اعصي ربنا زي ما هو بيعصي ربنا، يا ريت عندي فلوس عشان اعمل كذا زي ما هو بيعمل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الوزر سواء. الشاهد من الحديث عايزين ناخد منه الاولاني والثالث. الاولاني رجل اتاه الله ايه؟ مالا وعلما، تمام؟ فهذا باعلى المنازل. والثالث رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهذا بأخبث المنازل. وإيه اللي خلى ده يا جماعة في أعلى المنازل اللي هو الأولاني، وإيه اللي خلى الثالث في أخبث المنازل؟ العلم. الفرق بين الأولاني والثالث العلم. ده ربنا اداله مال وعلم، فاستخدم المال في طاعة ربنا وفي القرب من ربنا وفي يعني في كل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الثالث كان عنده مال بس ما عندوش علم،
فاستخدم المال في كل ما يغضب الله. يبقى ايه الفرق ده عن ده؟ العلم. فالعلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. العلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم يحرسك أنت. ولذلك سبحان الله، أسألك سؤال وأسألك سؤال، أكيد طبعا كلنا عارفين مين هو الإمام مالك، وعارفين الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، الأئمة الكبار دول عارفينهم. هل ما كانش في ناس أغنياء كانوا عايشين في زمن الأئمة دولت؟ بالطبع أكيد، أكيد في كل زمن بيبقى في ناس عايشين أغنياء يعني. ده لدرجة إن أبو الإمام البخاري نفسه عند موته نادى على ابنه، وأبو الإمام البخاري ده ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، وإنما كان دائما في صحبة أهل العلم. كان مصاحب أمين شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وما شاء الله يعني كان ليه صحبة طيبة. فنادى على ابنه اللي هو الإمام البخاري، قال: يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف، يعني مليون، والله ما أعلم فيه درهم فيه شبهة. يعني المال اللي عندي ده كله من حلال صرف، لا فيه حرام ولا شبهة حتى. كان في أغنياء كتير جدا عايشين في زمن الإمام البخاري وزمن الإمام مالك وزمن الأئمة دولت. طب إشمعنى إحنا النهاردة نعرف الإمام دوت والإمام ده والإمام ده ولا نعرف أحدا من الأغنياء؟ لأنه كما قال القائل: المال العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر أحد أبدا. خدتوا بالكم المسألة عاملة إزاي يا جماعة؟ عرفنا العلماء ولم نعرف الأغنياء، واخد بالك؟ سبحان الله. فهي دي المسألة، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. كتب الأئمة وعلم الأئمة موجود بين أيدينا حتى الآن، نقرأ ونتردى عنهم ونترحم عليهم، وربنا يرحمه، ربنا يرضى عنه، ربنا يجزيه عنه كل خير، الله يجعله في ميزان حسناته. وأنت تصنف الكتب، وأنا يعني عايش حياتي كلها في تصنيف الكتب، فأنتقل ما بين كتب الأئمة، ما بين هذا وما بين ذاك، وأدعو لهم دائما، فمش أنا لوحدي، ملايين يدعو الأئمة. فكل هذا بسبب العلم، العلم علو الهمة في طلب العلم. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي بسند صحيح، أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. على كل إيه؟ مسلم. زاد بعضهم ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زيادة كلمة مسلمة دي زيادة ضعيفة لا تثبت في كتب الحديث، وإنما هي زيادة، لكن مفهوم الحديث يشمل الموضوع ده. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أظن الكلام واضح أنه هو للذكور، لكن هو للذكور والإناث، فهم زي؟ صلوا كما رأيتمون أصلي، كلام للذكور لكن هو للذكور والإناث، هتبالك؟ فكل حكم شرعي وكل تكليف يشمل الذكر والأنثى إلا ما جاء دليل يخص الأنثى أو يخص الذكر. فهي دي المسألة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كما عند مسلم: ومن سلك طريقا، امشي بس في طريق اطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا يعني طلب العلم هيوصلني للجنة؟ طبعا، لأن طلب العلم هيعرفك إزاي تعبد ربنا، فلما تعبد ربنا هيعرفك إزاي تدعو إلى الله، فلما تدعو إلى الله تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى إن في ناس كتير يبقوا في ميزان حسناتك. طلب العلم فريضة، وطلب العلم طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف أمثلة بقى ونماذج جميلة جدا في ناس كانوا حريصين على طلب العلم، ومن أول هؤلاء طبعا أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر، والخضر الراجح من أقوال أهل العلم أنه نبي، يعني لأنه في آخر الكلام مع سيدنا موسى قال: وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا الكلام الذي فعلته الآن وأنت تستغربه، هذا كله فعلته بوحي من الله إلي. فهذا يدل على أنه نبي وليس رجلا صالحا فحسب كما قال بعض الناس. سيدنا موسى لما ذهب إلى سيدنا الخضر، معلوم يقينا يعني لا يختلف على هذا اثنان، إن سيدنا موسى أفضل من الخضر، صح الله؟ سيدنا موسى رسول، الخضر نبي، سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة، أولي العزم الخمسة دول صفوة الرسل كلهم، يعني اللي هو سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد. ثم اصطفى المولى عز وجل من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا على العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا موسى لما راح للخضر عايز يطلب العلم عن أديب في مسألة معينة أو في بعض المسائل، قال له: هل أتبعك، قال له موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التواضع في طلب العلم، ده مدرسة لوحدها، الآية دي لوحدها مدرسة. هل أتبعك؟ فجعل موسى نفسه تابعا، والخضر متبوع، والمتبوع المفروض أنه أعلى من التابع، فده من تواضع سيدنا موسى. إن الإنسان لما يروح يطلب العلم ما يروحش للشيخ يطلب العلم هو بيكلمه بأنفة وكبر، لا، يتكلم بتواضع وبأدب جم،
فمزاء هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت، يعني كانه بيقول له زي ما ربنا علمك علمني، كانه بيذكره بفضل ربنا عليه. فمن باب ان انت تحدث بنعمه ربنا انفع الناس بهذا العلم ولا تكتم هذا العلم، على ان تعلمني مما علمت رشدا، واختار الرشد دون الغي، يبقى اختار افضل العلم. خدت بالك؟ فدي ده 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 موضوع كبير جدا، موضوع الايه دي لو حبينا نشرحها نقعد فيها ساعتين ثلاثه، نتكلم فيها لفظ لفظ كده عشان نتبين المعاني الجميله التي قالها موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، المولى عز وجل لم يامر حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ان يطلب الزياده في اي شيء الا العلم. وقل رب زدني علما. وقل رب ايه؟ زدني علما. الكلام ده لما يكون لنفسه لا يطلب الزياده الا في العلم، انما لو لامته، فاكر انت قصه السبعين ألف اللي يخش الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قال فاستزدت ربي، بس لمين؟ للامه مش لنفسه. انما لو لنفسه ما طلبش منه زياده الا في ايه؟ في العلم فقط. وقل رب ايه؟ وقل رب زدني علما. سيدنا عمر بن الخطاب ودول تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا لما يتعلموا هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بقى يعني ايه، تجد بقى المسائل واضحه جدا. عمر بن الخطاب كان ليه جار من الانصار. كان طبعا سيدنا عمر مش زي ما الناس فاهمه بقى انه الصحابه فاضيين ما بيشتغلوش، لا، كانوا بيشتغلوا بيعملوا بالتجاره والزراعه والى غير ذلك، وكانوا في نفس الوقت بيطلبوا العلم على ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ليه جار من الانصار، فكانوا بيشتغلوا مع بعض هما الاثنين. فيقول له انت تنزل على النبي يوم وتتعلم منه وتيجي تحكي لي اللي هو قاله لك، وانا اشتغل، واليوم الثاني انا انزل واشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه واجي ابلغ بيه. يبقى احنا كده حصلنا العلم، وفي نفس الوقت الشغل ما تعطلش. وده ذكاء شديد جدا من سيدنا عمر، فكان بيتناوب يوم بعد يوم مع هذا الصحابي الجليل. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وارضاه يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام دعا له دعوه يعني دعوه سبحان الله، يعني قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان حبر الامه وترجمان القران على الاطلاق سيدنا عبد الله بن عباس. لما تقرا في سيرته شيء عجيب، يعني في كتاب اصحاب الرسول تجد مثلا ايه لقاءه مع الخوارج بيتكلم كلام والله العظيم شيء عجيب، يعني حتى ان احد الصحابه قال: والله لو كان الفرس والروم قد اجتمعوا عن بكرة أبيهم واستمعوا لابن عباس وهو يتكلم لأسلمت الفرس الروم في لحظة واحدة. من كلام اللي هو كان بيقوله كان شيء عجيب جدا، لدرجة أنه مرة من مرات بس جلس يخطب ويكلم الناس من الظهر إلى المغرب، ما كان ينزل إلا للصلاة فقط، كلام متواصل كده بيتكلم في بعض المسائل بس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. علم بحر، علم بحر، علم سيدنا عبد الله بن عباس بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس بيقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جار لي من الانصار، فقلت له: هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. تعالى بقى نحن نسال علماء الصحابه ونتعلم على ايديهم، هم النهارده كتير بكره ما نضمنش ايه اللي يحصل. فقال: وهل الناس في حاجه اليك يا ابن عباس؟ يا عم يعني تطلب علم ايه؟ ما هم موجودين الحمد لله. قال ابن عباس: فضللت اطلب العلم وذهبت إلى زيد بن ثابت وإلى فلان وإلى فلان، وقعد يطلب العلم لحد ما كتير من الصحابة دولت ماتوا وبقي ابن عباس. قال هذا الرجل: فلقد رأيت ابن عباس رأسا في العلم بعد ذلك يجتمع الناس إليه، فقلت: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، يا ريتني عملت زي ما هو عمل. سبحان الله. سيدنا معاذ بن جبل حكينا عنه قبل كده أنه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومات ولم يتجاوز من العمر 33 سنة. ويعني كما جاء عند ابن سعد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة، يعني درجة ومنزلة يوم القيامة. وقلنا سيدنا أبو هريرة أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها بعطر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وده بيذكرني كده بموقف جميل كده لأحد مشايخنا، بيقول: كنت نازل من بلدي ومسافر مصر وكده، وبعدين سمعت يعني خلاص لسه الجمعه فاضل لها 10 دقايق، قلت اخش مسجد اصلي فيه. يعني المهم دخل فلقى واحد خطيب ما شاء الله صوته جهوري جدا ومؤثر جدا ومنفعل على المنبر، وعمال يخطب ويزعق ومش عارف ايه، وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن ابي هريره وعماه. المهم سرد حوالي 20 حديث كلهم ضعاف، ما فهمش ولا حديث ينفع، خد بالك ما فيش ولا حديث صحيح. فبعد ما خلصت الخطبه دخل على الاخ كده بكل ادب وبكل رحمه: السلام عليكم يا اخي، ما شاء الله بارك الله فيك، احساسك جميل واسلوبك عالي وجميل ما شاء الله، ربنا ينفع بيك ويحفظك، بس حضرتك الاحاديث اللي انت ذكرتها احاديث ضعيف. قال له: ضعيفه؟ ضعيفه ايه؟ ده عن ابو هريره، وفي عن ابو هريره ضعيف؟ قال له: ايوه، مع ابو هريره بس ضعيف، اصل اللي عايز يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وهيجي يروي حديث
مش هيقول عن ابي لمعه، يعني فاهم ازاي؟ يعني لازم يقول ابو هريره، انس بن مالك، ابن عمر كده يعني. قال له كلها احاديث ضعيفه. قال له ليه؟ قال له الحديث الاولاني ضعيف عشان فيه كذا، والثاني عشان فيه كذا، والثالث عشان فيه كذا، وانا اخوك الشيخ فلان. المهم الشاهد في الموضوع يعني ايه، ان هو قال له في الاول بيقول بس ده ابو هريره، ابو هريره ما فيش عنده حديث ضعيف خالص يعني، فاهم ازاي؟ قال له طب خلاص خد عنك الحديث ده عن ابي هريره مرفوعا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عرفتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير. قال له لا ده حديث ضعيف. قال له مع ابو هريره برضه، مش هو ده ابو هريره وده ابو هريره؟ فقال له يا اخي ربنا يبارك فيك، الانسان اللي عايز يكذب على النبي عليه السلام لازم يصدر بدايه الحديث بواحد من الثقات، ابو هريره، ابن عمر، ابن عباس كده يعني. يعني فده الشاهد ان سيدنا ابو هريره ملأ عطر، ملأ الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط رضي الله عنه وارضاه. سيدنا جابر بن عبد الله، انا عايز بس اوضح لك كلمه الصحابه في طلب العلم كانت عامله ازاي. جابر بن عبد الله يرحل الى عبد الله بن انيس في بلاد الشام. ليه؟ هياخد منه مجلدات احاديث؟ ابدا، عشان حديث واحد. تكلم جد؟ اه والله. يقرا في سيره بقى جابر بن عبد الله، رايح من، شوف، من المدينه لحد بلاد الشام على الجمل بتاعه ولا على الدابه بتاعته، عشان سمع ان في حديث هو ما سمعوش من النبي عليه السلام، واللي سمعه منه عبد الله بن انيس. راح لعبد الله بن انيس، خد منه الحديث والسلام عليكم ومشي على طول. مين تاني عمل الموضوع دوت؟ ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري اللي ضيف النبي عليه السلام عنده 7 شهور، واللي دفن تحت اسوار القسطنطينيه. ابو ايوب الانصاري راح لعقبه بن عامر في مصر. ليه؟ سمع ان عنده حديث واحد هو ما سمعوش. يا سبحان الله، امال احنا النهارده يا جماعه، ده عندك عرف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الامام احمد، ويعني كل الكتب دي كلها وبكل اسف موجوده في بعض البيوت زينه من باب الديكور اللي محطوط في البيت، رغم ان يعني كتاب الامام البخاري ده لوحده يعني احنا لسه هنيجي اقول لك عنه دلوقتي حاجات عجيبه جدا. الامام البخاري يعني قد ايه تعب في الكتاب ده، ورغم ذلك كتير من الناس مش عارفين قيمه وقدر هذه الكتب بكل اسف. كان في واحد اسمه الامام عبد الرحمن ابن القاسم. الامام عبد الرحمن ابن القاسم ده يا جماعه قصته عجيبه جدا. كان متجوز جديد لسه وهو طالب علم نجيب جدا، وزوجته بقت حامل. ساب زوجته وهي حامل وراح يطلب العلم عند الامام مالك في المدينه المنوره. قعد عند الامام مالك، نسي نفسه هناك. من روعه العلم اللي شافه هناك، قعد عند الامام مالك 17 سنه. كانت مراته طبعا ولدت وابنها كبر وبقى عنده 17 سنه، اللي هو سابها في الايام الاخيره يعني. سبحان الله. وبعد 17 سنه يفاجئ عبد الرحمن بن القاسم بواحد داخل على مجلس الامام مالك وهو يقول: اين عبد الرحمن بن القاسم؟ فوقف الرجل قال: ماذا تريد؟ قال: انت عبد الرحمن بن القاسم؟ فقال: اجل، ماذا تريد؟ قال: انا ابنك فلان الفلاني الذي تركتني حملا في بطن امي منذ 17 عاما، وها انا الان اتي لاطلب العلم على يد الامام مالك. فاحتضنه وبكى الاب وبكى الولد وتشابكت الدموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. يا الله، سابوا عشان يطلب العلم. طبعا احنا ما بنقولش الناس تسيب ولادها بقى ويروحوا يطلبوا العلم، يعني الكلام ده شرعا حتى لا يجوز يعني، بس انا بقول لك قد ايه نهموا لطلب العلم لدرجه انه نسي ابنه، فاهم ازاي؟ وقعد 17 سنه في طلب العلم. الامام النووي، طبعا الامام النووي مات وهو سن صغير، مات عنده 45 سنه، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها علما. الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه، يعني لما تقعد تقول طب كتب الكتب دي كلها امتى؟ طب الف ده كله، صنف ده كله امتى؟ سبحان الله. كان يقول: كنت في بدايه الطلب، لسه في بدايه طلب العلم، بيقول كنت اجلس واستند الى الكتب واقرا، خد بالك، فلا انام على جنبي عامين كاملين. يقول لك عمري ما حطيت جنبي كده على الارض ولا حتى على سرير سنتين كاملين في بدايه طلب العلم. كنت اذا اردت ان انام استند الى الكتب ساعه ثم اقوم واكمل مسيرتي في طلب العلم. ده الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه. كان واحد اسمه عبيد ابن يعيش. هذا الرجل بيقول قعدت 30 سنه، 30 سنه ما كلش لقمه بايديا. ازاي؟ كان يقعد يصنف في الحديث واخته تاكله بايديها، ليه؟ ما عندوش وقت. تخيل، ما عندوش وقت يمسك اللقمه كده ياكلها لان ما فيش وقت، فقاعد عمال يكتب وهي بتاكله وهو بياكله خلاص وتشربه، يعني فاهم ازاي؟ الموضوع معدي يعني، ما عندوش وقت ياكل. النهارده في ناس الله اكبر ممكن يقعد ياكل بالثلاث اربع ساعات ويقوم وهو حاسس يعني ان هو اتظلم واتهضم حقه في الدنيا ديت ومش عايش وكده يعني.
كان في واحد اسمه هشام ابن عمار، انا عمال اذكر لك الامثله عشان الهمه تطلع يعني اسانسيرك بقى، وهمتك همتك دي هي اللي توصلك لجنه الرحمن بعد رحمه الكريم جل جلاله. هشام ابن عمار في يوم من الايام كان لسه طفل صغير يعني صبي صغير، وراح يطلب العلم على يد الامام مالك، فقال للامام حدثني، فقال بل اقرا انت، فقال بل حدثني انت، فقال بل اقرا انت. فالمهم حصل حدثني بل اقرا، فالمهم الامام مالك راح منادي غلام من عنده قال له يا غلام خذه واضربه 15 صوتا، اضربه 15 ضربه. راح ضربه 15 ضربه، راح داخل عليه هشام بن عمار قال لقد ظلمتني ولست مني في حل، والله لست انا مش مسامحك، ويوم القيامه بقى في مظلمه هقف انا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى واختص منك بقى. فقال وما المخرج يا غلام؟ ده خرجني من المظلمه دي، كانوا بيخافوا من المظالم يا جماعه. النهارده بعض الناس اللي تيجي تقول انت ظلمتني يقول لك ظلمتك، يبقى قابلني بقى يوم الايام. ولا تفرق معاه، هو مش فاكر مش فاهم موضوع المظالم ده، موضوع ده مصيبه. فاهم ازاي؟ ان النبي عليه كان عند منصب قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقال له أنا مش مسامح. قال له طب نطلع منها إزاي؟ قال له دايما ما خليته يضربني 15 ضربة تحدثني بهم 15 حديث. قال له خلاص. فحدثه الإمام مالك ب 15 حديث، فتبسم هشام بن عمار وقال زيد من الضرب وزيد من الحديث، يلا اشتغل ضرب واشتغل حديث. يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة. تعال نقف بقى ونختم الدرس ده بوقفة جميلة مع الإمام البخاري، الإمام العلم، الإمام العلم بجد فعلا الإمام علم. بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح لو صحيح البخاري ما وضعت فيه حديثا إلا وتوضأت إلا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ثم أكتب هذا الحديث. يا الله، عشان كده هو أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، حتى إن العوام نفسهم يعرفوا قدر الإمام البخاري. تيجي تكلم مع واحد يقول له كلمه يقول له انت بتغلط فيه، يقول له يعني انا غلطت في البخاري؟ اللي هذا لعظم قدر الامام البخاري في قلوب طلبه العلم والعوام. سبحان الله. الامام الذهبي بيقول لك بقى حاجه حلوه قوي عن صحيح البخاري اللي ناس كتير مش عارفه قيمته. بيقول والله لو رحل رجل على مسيره عام كامل ليسمع صحيح البخاري ما فرط ابدا، ما كانش يعتبر مفرط ولا مضيع الوقت. لو قعدت سنه، لو راكب فرسك كده وماشي لمدة سنة عشان توصل لمكان، المكان ده هتسمع فيه صحيح البخاري، قال ما فرط أبدا. كان في اتنين بيطلبوا العلم مع الإمام البخاري، فكان هم يكتبوا، خد بالك بقى، هم يكتبوا الأحاديث اللي بيسمعوها والإمام البخاري لا يكتب. بعد ما كتبوا فترة كبيرة جدا قالوا له لا أنت بتضيع وقتك وبتفرط في العلم وبتضيع عمرك على الفاضي. قال لهم إزاي؟ قال لهم إحنا بنكتب وأنت ما بتكتبش. قال لهم طب كتبتوا كم حديث؟ فقالوا كتبنا 15,000 حديث. قال هل تظنون أني أضيع عمري في لا شيء؟ والله لقد حفظت 15,000 حديث. قالوا إزاي؟ قالوا ما أشوف. فظل يسرد عليهم الأحاديث الحديثة تلو الحديث حتى سرد عليهم 15,000 حديث بالمتن والسند. لا ده أنا هقول لك على الحكاية أعجب بقى من الخيال، ونختم بقى درس الليلة دي. الإمام البخاري لما راح رحلة في بغداد فاجتمع أهل الحديث بقى علماء الحديث وقالوا ده الإمام البخاري وصل وكده، تعالوا ونتجمع. حبوا يعملوا حيله كده بسيطه عشان يعرفوا هل الامام البخاري ده فعلا قدره فعلا بالمنظر ده، هل هو يستحق ان يكون امير المؤمنين في الحديث ولا هي يعني بس صيت وخلاص، صيت ولا غنى. فراحوا جايبين 100 واحد من طلاب العلم وكل واحد حفظوه حديث بالمتن والسند. المتن اللي هو الحديث نفسه كلام النبي عليه السلام، والسند هو الرجال الذين كانوا يروون الحديث، يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان، سلسله الرجال دي اسمها السند. فراحوا قلبين السند، يعني بدل ما يقولوا عن فلان عن فلان عن فلان، لا يقلبوا السند، يقوموا جايبين ده مكان ده وده مكان ده. فراحوا قالوا للامام البخاري قالوا عايزين نعرض عليك 100 حديث، فعرضوا عليهم 100 حديث. والناس كلها واقفه بقى ايه مجتمعه في بغداد بتسمع مين؟ الامام البخاري بقى. فتقدم الاولان فقال الحديث عن ابي فلان عن ابي هريره عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال الامام البخاري لا اعرفه. والثاني لا اعرفه، لا اعرفه. 100 حديث فكاد الناس ان يفتنوا، قالوا هو ده الامام البخاري؟ يتعرض عليه 100 حديث لا يعرف منهم حديثا واحدا؟ لا لا لا، ده يعني ده فعلا الصيت ولا الغنى، ده اكيد لا امام ولا اي حاجه خالص. فهو لما راى عجبهم قال، خد بالك بقى شوف الكرامه التي اكرم الله عز وجل بها الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه، قال اما الحديث الاول خد بالك بقى فقد قال فيه هذا الرجل انه عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا الاسناد ليس صحيحا.
وإنما الإسناد الصحيح عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وأما الحديث الثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا لحد ما سرد المئة حديث بالسند الغلط اللي هم قالوه وقال لهم السند الصحيح بتاعه. يعني حفظ المئة سند غلط وهو واقف وقال لهم المئة سند الصحيح وهو واقف رحمه الله رحمة واسعة. فيعني دي كانت همسة يسيرة كده عن بعض النماذج التي كانت حريصة على طلب العلم، وما زال الباب مفتوحا عشان نكمل الحلقة اللي جاية برضو عن بعض النماذج في علو الهمة في طلب العلم، حتى نعلم قدر العلم وقدر العلماء وقدر طلب العلم، وان انت كلما ارتقيت في طلب العلم كلما ارتقيت في درجات الجنة كلما اقتربت من الله عز وجل أكثر وأكثر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين المخبتين الذين لا يفعلون هذا الأمر ولا يتعلمون إلا ابتغاء مرضات الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.